اهلا وضحى، انا ساره الشام. ممكن حصان لانه باورفل، يد كده تحسيه يعني امباشس، يعني باورفل امباشس. انا جبانه جدا، خوافه جدا، بخاف قوي اخد اي خطوه جديده، وقبل ما باخد اي قرار بفضل افكر كتير جدا جدا جدا، مش باخد قرارات بسهوله يعني. بنظف تنظيف غير طبيعي على طول 24 ساعة، والحاجات اللي ما بتبقى مش مترتبة بتعصبني وكده. صراصير. انه انا دايما ممتنة لكل حاجة ربنا مديها لي، وانه هي دي الصفة دي ما كانتش عندي قبل كده زمان، او ممكن اقدر اقول ان انا اشتغلت عليها احسن يعني، بس انه مش عايزة ابدا الامتنان ده يروح من شخصي. خسارة حد بحد. نفسي اعمل شعري لون بينك او ازرق او حاجة كده. العرض الخاص بتاع ماكو بتاع موسى كنت مبسوطة جدا، عشان خاطر كنت شايفة اهلي قد ايه مبسوطين وفخورين بيا، بجد كنت مبسوطة. عندي مومنت يعني وجودي مع اهلي بيبقى فعلا مبسوطة جدا.